ويعني حجج وشبه القرآنيين تنطلي على العوام فقط وليس على كل العوام، هذه الشبه التي يلقونها، ولا يستطيعون مناظرة علماء أهل السنة وعلماء الإسلام لضعف ما في أيديهم، لكن لديهم شبه كما سيأتي في محله يتكلمون بها. كيف كانت بعض القنوات النصرانية تقول القرآن فيه إثبات أن الله له ولد، ويذكرون الآيات التي في القرآن إن الله ثالث ثلاثة، ولا يذكرون ما قبلها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. كذلك القرآنيون يأتون بآيات ويقطعون هذه الآيات كما سيأتي في محله ويلقونها على العوام بحيث يلبسون عليهم دينهم.